السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعين قناة مستر كريبتو؟ بالفيديو أصدقائي راح أتكلم عن ارتفاع مرتقب لعملة الإكس آر بي، وطبعا راح أتكلم عن أهم القضايا اللي صارت آخر 24 ساعة بين منصة بايننس وبين منصة كوين بيس وضد هيئة الأوراق المالية والبورصات أو بما يعرف بالسي سي. أما باش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى مقاطعنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا لهذا الفيديو تعرفوا اخر اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي عندي خبر مهم، انه هيئه الاوراق الماليه والبورصات او بما يعرف بالاس اي سي ممكن تقاضي منصه كريبتو دوت كوم بعد اعلان عن حرب بين هيئه الاوراق الماليه والبورصات ضد منصه بايننس ومنصه كوين بيس. حاليا الانظار متجهه لمنصه كريبتو دوت كوم، لان منصه كريبتو دوت كوم بتتعامل بستيكينج او تعدين العملات، وطبعا بتتداول فيها اهم العملات اللي محظوره او تم تصنيف من كورقه ماليه سكيورتي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. أهم هذه العملات أصدقائي سولانا وكاردانو والساند بوكس اللي هي عملة الساند، وعندي الماتيك والشيليز والبي ام بي والمانا والألجو وغيرها من العملات الثانية اللي تم تصنيفها ك سكيورتي أو ورقة مالية، طبعا عم يتداولوا داخل هاي المنصة اللي هي منصة كريبتو دوت كوم. حاليا أنظمة منتشرة منصة كريبتو دوت كوم ممكن يتم رفع دعوى قضائية ثانية ضد هاي المنصة. وطبعا بعض الأخبار أصدقائي طلعت إنه جاري جنسلر انه سابقا قدم نفسه للعمل كمستشار داخل منصة بايننس في عام 2019 قبل ان يصبح رئيس هيئة الاوراق المالية والبورصات. هاي اللي قاله محامي منصة بايننس في قضية بايننس ضد هيئة الاوراق المالية والبورصات. حاليا اصدقائي بين العملات اللي ذكر اسمها على عملات سكيورتي لم يتم ذكر عملة الاكس ار بي، اساسا في قضية ما بين اكس ار بي وهيئة الاوراق المالية والبورصات لم يتم ذكر اسم عملة XRP داخل هاي القضية. حسب كلام المحامي الخاص بعملة XRP انه القضية رح تنتهي خلال الايام القليلة القادمة، وفي حال انتهاء قضية XRP فممكن ترتفع عملة XRP لمناطق الواحد دولار مرة تانية. لكن الى حد الان اصدقائي محافظين على الترند الصاعد اللي هو عند منطقة الخمسين سنت، واتجاه العملة الى حد الان اتجاه صعودي. لازم نحافظ على مناطق الخمسين سنت وبدون اي كسر للاسفل واغلاق شمعة 4 ساعات اسفل هذا الترند. مجرد ما يتم الاغلاق اسفل هذا الترند فممكن نتوجه لمناطق أبرج 200 على فريم الأربع ساعات، يعني انخفاض بنسبة تصل إلى 10% اللي هي عند مناطق تواجد الموفيج أبرج 200. لكن في حال الارتداد لازم نتوجه لمقاومة 53 سنت، وفي حال كسر هاي المقاومة راح نتوجه لمناطق 60 سنت. حاليا مناطق 60 سنت ما بعيد علينا، ارتفاع بيصل إلى تقريبا 12% في حال كسرنا مناطق 53 سنت. مجرد ما يتم اختراق هاي المقاومة اللي فشلنا بكسرها آخر مرة في تاريخ 31 مايو، يعني تقريبا قبل 10 أيام من الآن فشلنا بكسر هاي المقاومة، وحاليا عم نداول مرة تانية عند هاي المقاومة. مجرد ما يتم الاختراق فممكن نتوجه لمناطق 5 سنت أو 58 سنت عفوا، بعدها نتوجه ممكن نحدد اتجاه العملة عند هاي المقاومة، يا اما بكسر واختراق واغلاق على هاي المقاومة، يا اما بارتداد لاختبار دعم مرة تانية. اصدقائي نكون وصلنا هاي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.